عم تشهد سينما ريفولي بأحد الأحياء القديمة لمدينة صور الجنوبية ورشة عمل ما بتهدأ من 9 أشهر. السينما المقفلة من 1988 عم ترجع للحياة بمبادرة من مسرح اسطنبولي وجمعية تيرو للفنون، ورح تصير قريباً مؤهلة لاحتضان مختلف الأعمال السينمائية والفنية والمسرحية. نحن اليوم بقلب ريفولي، هذه السينما كمان سينما تاريخية، صار 30 سنة مسكرة، عم نرجع منعيد تأهيلها. في يقول المكسب كان من هالمشروع انه انت اسستي بصور، اسستي بالنبطية، عم تعملي كمان ورش بالمناطق، مسرح وسينما وتصوير ودبكي وفنون مختلفة، حتى هلأ عنا كورال. هلأ انت اليوم بالمناطق وبتضيع هون، منشوف انه ما عنا شيء، عنا قهاوي، فالشباب ما عندهم منفس، ما عندهم مكان يعبروا عن حالهم. انت اليوم لو عم تقولون هذا المكان لألكم، لما عم نعمل تأهيل لسينمات هني عم يرجعوا بيشتغلوا بهذه السينمات، عم يتطوعوا في هالسينمات، يعني مثل ما هالسينما عم بتقدم لهم هني عم بيقدموها، عم بيقدموا لهذه الأمكنة. فالمشروع هي قايم على ثقافة التطوع، انت هالمشروع هو للناس. إعادة تأهيل السينما بصور واللي رح تقوم على مبدأ المجانية الشاملة هي مغامرة جديدة لمسرح اسطنبولي بعد سينما ستارز بالنبطية وسينما الحمراء بصور دون دعم من أي جهة رسمية. المؤسسات المانحة عادة بتروح مطرح ما في إعلام وضوء، فهذا موجود ببيروت، ولكن المناطق الثانية عم نحكي عن البقاع، عن بعلبك، عن الجبل، عن طرابلس، عن الجنوب، هذه تعتبر مناطق مهمشة من قبل المعنيين كمؤسسات خاصة ولا عامة. هذه النشاطات اللي بنقوم فيها نحن بجمعية تيرو الفنون هي كان مسرح أو سينما أو تصوير، أغلب النشاط هي مجانية، حتى المهرجانات، الضيوف اللي بيجوا من دول عربية وأجنبية هم جايين يأسسوا لثقافة بالجنوب. فطبيعة المشكلة انه الارضية منا خصبة، ولكن انت عم بتحاولي تأسسي، وهذا اللي عم نقوم فيه نحن بالجمعية. بنحط نحن بالمهرجانات صندوق تبرع، الناس هي بتحس انه هي عم تدعم هذا المشروع. لما الناس بتحس هذا المكان بيعني لهم، هن بيدافعوا عنه، هن بيعتصموا، هن بيوقفوا، هن بيتظاهروا، هن ممكن يحموا هيدي الأبنية الأثرية اللي هي إرث ثقافي بهيدي المدن. سينما العريقة اللي كانت بالماضي خشبة لمسرح شوشو ودريد لحام، واستقبلت رشدي أباظة وبريجيت باردو وعرضت أفلام عربية وعالمية شهيرة، عم ترجع الأفلام والمسرحيات تزينها بعروض ومهرجانات دولية للسينما والمسرح. هلا نحن بمشروعنا عادة نعمل أفلام، نعرض أفلام طلاب، أفلام قصيري، نعرض أفلام أسبوع، أفلام من كل بلد أو نخصص أسبوع أفلام لمخرجين، بنعمل ورش مسرح وسينما وتصوير ودبكي، وكله عم نحاول نعمل مكتبة، وعملنا حملة الناس عم تتبرع لنا بكتب لنعمل مكتبة عامة بسينما ريفولي. متطوعين صبايا وشباب بيحضروا دورياً للمشاركة بكل أعمال التأهيل والترميم دون مقابل سوى الحصول على دروس مجانية بالتمثيل والسينما والتصوير والرسم، ليبرز المشتركين مواهبهم وقدراتهم الفنية بمساحة تعبير غابت لسنوات عن المنطقة. احنا مجموعة شباب تطوعنا كلياتنا سوا من دون ولا مردود مالي لنرجع نفتح السينما ونرجع نعيد الثقافة للبلد، نرجع انه احنا كمان نلاقي شيء حل إلنا احنا بس لنعبر عن ذاتنا، نطلع على المسرح نحكي اللي بدنا اياه بحرية. انا ما صلت اول شيء زمان هون، بس صلت شيء 5 شهور بس دغري انه حسيت مثل جو عائلة وهيك. قبل كان كل تقريبا كل الموجودين هون كان في عندهم مثل نوع من الكبت، لانه في جواتهم طاقة كثير كبيرة وكثير ابداع، بس ما قادرين يطلعوه بولا مطرح، كانت صور مدينة محرومة. فأول ما رجع أستاذ قاسم رجع فتح هيدا المسرح، رجعت الحياة لقسم كبير من العالم بصور، في كتير ناس يعني عن جد نفسيتها تحسنت مثل 180 درجة، لأنه عن جد لقت مطرح هيدا الطاقة تقدر تطلعها. نشتغل بالدهان، بالجارة، بالحديد، بكل شيء نشتغل. نشتغل احنا مبسوطين، بس يوم ننزل ندرب على المسرح تحت نحس إنه العالم كله ملكنا. والصغار اللي بيحملوا شغف كبير للمسرح حصة من المشروع. كرمال إنه أتعلم وصوف فنان. بحب اجي لهون على المسرح لانه هون فيك تعمل اللي بدك اياه وتمثل اللي بدك اياه، بيعطوك الحريه انك تمثل اللي بدك اياه شو ما كان. وبحب اجي لهون عشان بجتمع على رفقات اللي بحبهم كثير وبتعرف على رفقات جداد. بحب اجي لهون لانه كنت مفكر اني بدل لما اكبر صرت مهندسه اعمار، رجعت قلت ما دامني عم بتعلم التمثيل، وقال لي استاذ قاسم اني منيح كثير بالتمثيل، ليش ما بنتهز هالفرصه وبصير ممثل، وكمان بنفس الوقت كمان بنتبه يا شغلي بالهندسه. عشان كان انا عندي هالموهبه من لما كنت صغيره وكنت كثير حبها. لما كنت 4 سنين 5 سنين بحب، بس بدي خلص مشاعر الخوف انه عم بيقولوا لي ما تخافي وما حس انه ما في حدا. بس
اعمل اللي انت بتحبيها. وبآخر إبداعات الجمعية تصميم باص السلام اللي بيتجول في المتطوعين بالمناطق لتقديم عروض فنية ونشر الفرح. افتح السينما بشهر 10 بمهرجان كمان حيكون مسرح وسينما وموسيقى مخلوط هالسنة، فهذا المكان مفتوح لكل الناس. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.